الركنيات، تنفذ الركنيه الياد ركبه، وهذا كما قلت تغطيه دفاعيه هشه، تغطيه دفاعيه هشه، ويتمكن حبيب كولوتوري من تسجيل هدف ثاني لفائده منتخب كوت ديفوار. سوء التغطيه الدفاعيه كما شفناها في لقاء ديال غامبيا الان تنعيشها في هذا الشوط الثاني. إذا كانوا مجهودات بعض اللاعبين كخرجة كالحارس المغربي، ما تمناوش هذه المجهودات تذهب سدى وترتكب أخطاء بدائية على مستوى التغطية الدفاعية. حبيب كوري توري كان حرا طريقا، لاحظوا حرا طريقا أمام نادر المياغ، حرا طريقا أمام نادر المياغ. والضربة الرأسية والتمريرة كانت بالرأس ديدي دروكبا.